عليكم ورحمة الله وبركاته أطفال الأعزاء، عدنا لكم اليوم مع مسابقة جديدة، مسابقة أسئلة عن نبي الله إدريس. بسم الله نبدأ. من أول من خاط؟ من أول من خط وخاط؟ سيدنا آدم، سيدنا إدريس، سيدنا محمد. ممتاز. سيدنا إدريس. بما وصف الله سيدنا إدريس في القرآن أنه نبي وصديق، أنه مخلص ووفي، أنه أمين. أحسنتم، أنه نبي وصديق. يا لك من رائع. أين قابل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا إدريس أثناء رحلة المعراج؟ في السماء الأولى، الثالثة، الرابعة؟ أحسنتم، الرابعة. ليتنا كلنا مثلك. ممتاز، لقد كانت إجابتك رائعة. انتهت المسابقة، ونكمل إن شاء الله في المرة الأخرى بمسابقات أخرى وقصصا أخرى، وإلى اللقاء.